طبعا من عواقب السيارة، سواء تكلمنا طبعا عن المسميات والصور، في كثير البنات بيلجأوا طبعا تغيير صورهم، ما بيحطوا صورهم الحقيقية، وهذا شيء جميل، وما بيذكروا أسمائهم برضه شيء جميل، لكن بيلجأوا للأسوأ من ذلك. يعني ممكن أحيانا في بعض الصور لبعض البروفايلات أثناء التصفح على الفيسبوك وجدتها في دراسة طبعا عملتها من فترة، وجدت إنه في بعض الطالبات مثلا بينشروا صورهم أرحم بكثير من اللي بنشوفه على الفيسبوك. يعني إحنا الأشياء اللي لفتت انتباهي، طالبة تعرضت لعملية انتهاك إلكتروني من قبل شخص طبعا، بسبب طبعا كثير كان في طلب على البروفايل الخاص فيها بسبب وضعها للصورة، أصلا يعني الصورة مغرية بالنسبة للمخترقين الإلكترونيين. طبعا في كثير من البنات تلجأ للأسلوب هذا بحكم التنافس على جمع الأصدقاء، وهذه العادات الخاطئة اللي بيستخدموها جونا بعض البنات. طبعا أركز حديثي على البنات، ليش؟ ذكرت إنه يعني أغلب الحالات المسجلة عندنا في الدولة هنا حالات الاختراق الإلكتروني ضحايا من البنات، ولذلك هي هذه الطبقة. يعني الشباب خلينا نكون صريحين، يعني الواحد لو ينتهك صوره وتسرق صوره فبالنسبة لي يمكن يفرح عادي، يعني ما بيهتم بالموضوع بقدر ما بيمس الموضوع البنات. الله ما بعدنا يعني. طبعا هذا الشباب الكبار يعني في الموضوع. ففي بعض النقاط طبعا أنا حاب أوجهها للأهالي للآباء طبعا، حتى نساعد بحماية الفتيات وأطفالنا بالتحديد. الكلام ما بيتم عن المراهقات، أيضا في جرائم انتهاك حق الأطفال، جرائم عمليات ابتزاز إباحة إلكترونية حتى لدى شركة العنكبوتية للأطفال، ابتداء جنسي للأطفال. فراح أدخل في بعض النقاط طبعا بشكل عام، في بعض النصائح اللي بنوجهها للأهالي طبعا من باب المشكلات أو المشاكل اللي صارت في الفترة الأخيرة. كثير طبعا من الأشخاص بيجي لوضع كمبيوتر خاص في غرفة ابنه أو بنته، هذه العادات غير مستحبة، قد تكون خاطئة نوعا ما. إذا قررنا ووضعنا جهاز كمبيوتر في غرفة الطفل أو غرفة البنت أو غرفة الشاب أو غرفة ابنه بشكل عام، ينبغي أن تكون على الأقل وضع الكمبيوتر الشاشة مقابل الباب، يعني بحيث أن أي وقت ندخل فيه إحنا، يعني كثير من الأشخاص بيعطوا الكمبيوتر ويحطوا الطريقة اللي بيها، فالأطفال سبحان الله تلقائيا يحطوا ظهر الكمبيوتر بالنسبة للباب. فبالتالي بيدخل يعني كرسي الزر ممكن يغير على طول الشاشه مباشره، بيرفع شاشه اضافيه. فطبعا الكمبيوتر لازم تكون الشاشه على الاقل مقابل الباب، حتى لو كان يشتغل لابتوب يطلع من المكتب بطريقه ان يعني شاشه الكمبيوتر تكون مواجهه للباب، بحيث انه اي وقت يفتح الباب يشوفوا اولادنا اللي عندهم. طبعا ضروري جدا توعيه الاولاد وتخويفهم، حتى لو بنبالغ احيانا بالتخويف او بالاشياء اللي نشوفها، يعني ممكن نخترع قصص نمسك بعض القصص اللي فيها لاولادنا، قصص من نوع من التخويف، هي نوع من التركيب فيهم فقط، انه يحس واجب طبعا، وبيكون عندهم على الاقل القصص هذه الوهميه اللي ممكن ينسجلوا فيها، انه يكون عندهم توقع ممكن هذا الشيء يصير معي. نقطه اخرى ايضا بالنسبه لاحترام الملكيه الفكريه، كثير من الاشخاص كبار صغار او صغار تعرضوا لبعض المشاكل حتى في الفيسبوك. المعلومه اللي اردت من الفيسبوك هو معترف فيه كمظل الجرائم الالكترونيه، يعني انا ممكن حتى نحن الكبار، يعني ممكن اي شخص يسرق كتاب او قصيده او ما شابه ينشرها على الفيسبوك، فهو ايضا القانون يطالب طول ما الجريمه صار على ارض الدوله، فقوانين الدوله تنطبق عليه بالنسبه لحمايه الملكيه الفكريه. طبعا الكمبيوتر نحن نعرف انه بيساعد الطلاب عامه اذا دروسهم المدرسيه، يمكن حتى في بعض المدارس بيعطوا الواجبات المدرسيه على الفلاش ديسك او عن طريق الايميل. فطبعا احنا مش ضد استخدام الكمبيوتر بالنسبه للطلاب والطالبات، لكن بتحديد اوقات معينه. احنا بنحدد دائما اليوم احنا ساعتين نستخدم فيها الانترنت او الكمبيوتر بشكل عام مع مراقبته. طبعا حدخل بعض النقاط بالنسبه للمراقبه. طبعا تحديد وقت معين يجلس على الكمبيوتر، لكن كثير الابناء طبعا بتجي العمليه انه طبعا انا عندي دراسه وبكون فاتح الفيسبوك. فلاحظ الموضوع بيبدا عنده من الساعه 3 العصر لثاني يوم الصبح، يعني راس سهران حجه الدراسه، هو ما بيفتح باي شيء للدراسه لكن فيسبوك وغيره. فاحنا بنحدد له وقت معين خلال ساعتين او 3 ساعات في اليوم، تقضى فيه دراستك، تقضى فيه فيسبوك، اي شيء تبي، بس خلال 3 ساعات او ساعتين في اليوم. اما اكثر من ذلك يتحول الموضوع لادمان طبعا وندخل في وضعيه ثانيه. طبعا انا ذكرت في الخارج البرامج الفلتره، لان كثير من البرامج سببت مشاكل امنيه الكترونيه الفتره الاخيره، كثير من الاشخاص تلجا لبرامج كسر البروكسي. طبعا نعرف ان في بعض البرامج قد تكون لا تعمل الا في برامج كسر البروكسي، برامج الاتصالات، لكن البرامج هذه معظم
بسبب تلك البرامج. هذه البرامج للاسف مش الصغار بس الدول الكبار بالدرجه الاولى طبعا بسبب فتح برامج الاتصالات او غيرها من تلك المواقع. اذا كان عندنا اعتراض على اي موقع مغلق مثل طريق الخطر ممكن كتاب الى هيئه الاتصالات طبعا وبيقوم بفتح الموقع خلال 24 ساعه، لكن المواقع مغلقه لكن بطريق الخطر. طبعا تعليم ابنائنا ومراقبتهم حين اختيار اسم المستعار، احنا معظم الاشياء اللي صارت هي بسبب اسم المستعار او الصوره المستعاره، الاسم الصحيح والصورة الصحيحة. والشيء الثاني بالنسبة للمراقبة وهذه نقطة جوهرية طبعا، المراقبة في عندنا نوعين من الرقابة على أبنائنا. الرقابة الأولى هي رقابة تقنية. في بعض طبعا الكل يمكن نشوف ايش بيعمل عن طريق الإنترنت عن طريق الهيستوري، لكن الهيستوري صار أداة قديمة جدا لدرجة أن الطلاب لما صار فصل الكمبيوتر أول شيء بيعمل يروح الهيستوري بيعملها كثير. ففي عندنا احنا هيستوري بس ما بيعملها. في هيستوري بس ما بيعملها كثير. مثل في برامج طبعا بي سي هيستوري، البرامج كلها هي موجوده على الانترنت، برامج مجانيه هي بتراقب تحركات الابناء على الانترنت، هي برامج خفيه لا يمكن للشخص انه يحذفها بسهوله. طالب ممكن احنا ننزلها على كمبيوتره او ابنائنا طبعا ننزلها على كمبيوتراتهم بحيث ما يلمحوها، ممكن انا اجي باخر اليوم اشوف شو اشتغل، انا بعطي نوع من الحريه لكن حريه مراقبه. يعني بنحسسه بالامان بعد ما اعطاه توجيهات مناسبه مثلا، بنحسسه بالامان وممكن يشتغل بحريه بالكمبيوتر، لكن باجي اخر اليوم انا عن طريق البرنامج اللي بنزله على الكمبيوتر ممكن اشوف هل كان يستحق فعلا الثقه ولا لا. اذا كان لا يستحق الثقه فممكن نحكي له انا راقبتك بطريقه معينه ونصلح له الخطا اللي صار. فاذا لا باس طبعا من انه نجلس مع اولادنا لفترات. انا بتكلم عن نفسي، انا احيانا بجلس مع اولاد مع ان انا خبير تقنيه معلومات حتلاقيني احيانا بجاهل كثير، خبير تقنيه معلومات في كيف تتعلم مني، فانا بجي مع ابنائي احيانا بجلس معهم علموني كيف تشتغلوا، اساطرهم على الانترنت، فتح يعني بيلعب على الانترنت يعني كيف تشتغل على الفيسبوك، علمني كيف تشتغل على الفيسبوك. فهذه بعض الصداقه تفتح مع اولادي وظل طريقا عليهم. وايضا نقطه جوهريه هذه قام فيها بعض الاهالي كانت رائعه جدا. نحكي باستخدام اولادنا على الفيسبوك هذا تقريبا امر صعب مستحيل، لانه راح يصير كل شيء ممنوع مرغوب. فبالتالي لا بس نقوم بانشاء صفحات على الفيسبوك ونضيف نفسنا عند اولادنا. حتى لو كنا بس احنا نصحنا في الخارج البنات ما يضيفوا اي شخص ولا الاستعانه بشخصيات وهميه، لكن لا بس فينا احنا كاهالي انه الشخص يقوم بانشاء صفحه على الفيسبوك يدعي فيها المدى اي شاب اي شيء ويزرع نفسه داخل فيسبوك ابنه او بنته حتى يبقى على اطلاع ماذا يكتب وماذا يكتب له. يعني مش كده مش بماذا يكتب لكن ماذا يكتب لهم. نقطة أخرى أيضا وهي مهمة جدا، إحنا نعرف إن في شيء اسمه بوب أب أثناء تصفحنا للإنترنت، يعني أثناء تصفحنا للإنترنت ممكن بأي لحظة يفتح لينك آخر أو تطلع صور دعائية مجانية جانبية، هذا غير إرادتنا، هذا الشيء ممكن تعرضه الأطفال. حاليا بعمليات طبعا هذه نقطة مهمة جدا أيضا، في حاليا عمليات التصفح للإنترنت، مثلا بنت صغيرة من فترة يعني صديق ليا كانت بتتصفح على الانترنت فذكرت كتبت بنت صغيره عمرها 8 سنوات انه جيمز فور جيرلز العاب للبنات، نزل على الكمبيوتر عند العاب للبنات، تفاجات في موقع اسمه جيمز فور جيرلز لكن هو عباره عن موقع اباحي. احنا لازم نعلم اولادنا الصدق والصراحه، نشجعهم على ذلك، نكافئهم لما يجي يكتبوا لنا انه شاف شيء طلع على الانترنت. للاسف في بعض العادات السلبيه لبعض الاهالي انه اذا الطفل بالصدفه شاف شيء خطا، الطفل بغريزه ممكن يخبر والده او والدته انا موقع الفلاني او شفت الصوره الفلانيه، فطبعا بيقوم الاب بضغطه اخذ اللابتوب اغلاق الانترنت البيت وتصل الموضوع اكبر من ذلك، هذا خطا. احنا المفروض نشجع الاولاد بالعكس، انا لما ابني يجيني يتكلم معي بهيك موضوع انا المفروض اكافئه واشتري له هديه في هذا الموضوع، اشجعه انه اي شيء خطا تشوفه اي واحد بيدخل بيتكلم معك نشجعه. ايضا في بعض الالعاب اللي انتشرت حاليا على الفيسبوك او حتى في لعبه اسمها الجيمز هذه استهوت عقول الشباب من فتره، هذه الالعاب لا تحتاج الى تسجيل، يعني ممكن الشخص يدخل يلعب مع شخص اخر من دوله اخرى ويكون عمليه الشاتنج مفتوحه، فممكن في اول ما يدخل يلعب على طول يبتدي الشاتنج مع الشخص الثاني بدون ذكر نيك نيم او اي شيء. فضروري جدا طبعا انه نحسس اولادنا بالامان، اذا اي احد يكتب لكم على الشبكه لو بطريقه صدفه شيء خطا خبرونا. فطبعا بتلجا الى عمليه ايش الصدق والصراحه اللي نعلمها لاولادنا. باقي المواضيع طبعا تشجيع الابناء لنقاط عاديه للتربيه، طبعا تشجيع ابنائنا انه التواصل الاجتماعي ليس فقط عن طريق الانترنت، للاسف حتى بين الكبار صرنا نشوف هذه الاسره الواحده يتواصل مع بعض عن طريق الانترنت، استغنى عن التليفون، استغنى عن السيارات، وهذا للكبار قبل الصغار. فاحنا لازم
بلاء كثير الاباء طبعا والاهالي بيجوا لشراء الكمبيوتر لحتى يخلص من معاناه او طلبات اولادهم انه زيارات ما زيارات طب نعمل اشتري بروح مول كذا فبيجوا لشراء الكمبيوتر بتخلصوا الكمبيوتر وانتهى عليه لكن هو ما بيعرف انه بيجيب